الحوار التاسع مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حوار التاسعة. خطوة أجراها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدها بعضهم بالاتجاه الصحيح، فيما رآها آخرون عودة إلى الوراء في نهاية المطاف، هي أمر صادر عن القائد العام للقوات المسلحة واجبة التنفيذ بموجب القانون. فالأمر الديواني بات اليوم أمام مواقف معلنة بين الرفض والقبول من الفصائل المعنية به، وعن هذه الآراء سنتحدث. في نهاية الشهر الجاري ستكون جميع مسميات الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي ملغية، إن وافقت طبعا لتستبدل تسمياتها بأرقام تشكيلات القوات المسلحة وتغلق مكاتبها وينهى ارتباطها السياسي، وتكون مرتبطة بطبيعة الحال بمكتب القائد العام للقوات المسلحة عن طريق رئيس هيئة للحشد يعينه القائد العام. فبموجب رؤية من أيد الأمر الديواني فهو حماية للفصائل وتقويم وتنظيم للعمل الأمني الذي تقوم به. أما من رفض الفكرة فإنه يرى إن الأمر تحجيم لدور الحشد والتأطير وفق سياق لا يتطابق مع الفكر العقائدي لتلك الفصائل، ناهيك عن خلاف جذري حول التعامل والتعاون مع القوات الأمريكية التي تعد حليفا للقوات الأمنية وفقا لرؤية الحكومة، وعدوا عقائديا وفقا لما تؤمن به الفصائل الرافضة للأمر الديواني الحكومي. ومع ذلك فإن القوى التي لن تكون ضمن الإطار الجديد لعمل الحشد لن تكون تحت أي غطاء قانوني، وهي بموجب الأمر الديواني خارجة عن القانون. وهذه المعطيات تثير عددا من الأسئلة. السؤال الأول: هل ستلتزم جميع فصائل الحشد الشعبي بالأمر الديواني لعبد المهدي؟ اثنين: ما هي الصفة التي ستبقى بها الفصائل المسلحة خارج إطار الحشد؟ ثلاثة: كيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود قوات عقائدية غير مرتبطة بالجهات الرسمية؟ نحاول الإجابة على تلك الأسئلة مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. بين مؤيدة للأمر ممتثلة له وأخرى رافضة للفكرة أساساً، انقسمت الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي أمام الأمر الديواني الخاص بتنظيم الحشد كقوة تابعة للدولة تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. فسرايا السلام مثلاً ألغت الاسم وأغلقت مكاتبها وأعلنت انفصالها عن أي عمل سياسي، فيما أعلنت فصائل أخرى ككتائب حزب الله العراقية أن المؤسسة العسكرية العراقية مؤسسة تنخرها المحاصصة والفساد والولاءات والارتباطات المشبوهة ولا يمكن الارتباط بها. موقفان على طرفي نقيض يواجهان الأمر الديواني الذي يعد أي جهة لا تطبقه قوة مسلحة خارجة عن القانون، وأن تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي كما تحدد لبقية القوات المسلحة، وأن تخضع ساحات وجود الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة. وفي الوقت الذي تعد فيه الفصائل الرافضة للأمر الديواني الأحكام الواردة فيه تجريما لفصائل المقاومة، يجد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه نهاية الشهر الجاري في مواجهة عدد من الفصائل التي لا تملك القوة فحسب، بل توجه الاتهام للمؤسسة العسكرية وعدد من ضباطها وقادتها بالخيانة والتخابر للولايات المتحدة التي تعدها تلك الفصائل هي ومن يعمل معها العدو الأول لها في المنطقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبرز خطر يواجهه العراق وأهم تحدي تواجهه الدولة هو إثبات وجودها وإثبات سلطتها وإثبات مقدرتها على فرض القانون. ويوم 30 في الشهر الجاري
ستثبت الحكومة أنها هي أول الناس ملتزمة بالقانون من عدمه، وأنها قادرة على مواجهة السلاح المنفلت من عدمه، وأنها قادرة على حصر السلاح بيد الدولة لفرض القانون عليها وعلى من سواها، أيضا هذا سيثبت من عدمه. الرأي العام برمته يقف خلف الحكومة في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. الرأي العام والنخب السياسية المخلصة الحريصة على وحدة العراق والحريصة على استقراره والحريصة على سياسة النأي بالنفس وإنجاحها كمنهاج حكومي واضح، كلها تؤيد الأمر الديواني وكلها تؤيد الإجراءات الحكومية وتقف معها. لكن إذا إجى يوم 30 والحكومة لم تفي بوعدها ولم تطبق القانون، ربما ستفقد جزءا كبيرا من أهليتها في التعامل مع وضع سياسي معقد وأمني شائك، وتثبت مرة أخرى أنها ليست بقدر التحدي، وستؤشر على نفسها علامة أنها غير قادرة لا على فرض قانون ولا على حصر سلاح بيد الدولة ولا على غلق مكاتب اقتصادية ولا على حماية أمن المواطن وممتلكاته ولا على حماية أراضي وعلى أي شيء آخر، لأن هذا التحدي هو الأهم، وما سواه لن يتحقق بالتأكيد. ولن نلوم فيما بعد أي جهة لا تطبق القانون، ولن نلوم أي جهة تخرق الدستور، لأن الحكومة غير قادرة على فرض القانون وغير قادرة على تطبيق القانون وغير قادرة على فرض هيبة الدولة. ولكن عكس ذلك ستجد التفافا شعبيا والمزيد من التأييد النخبوي لمواقف الحكومة إذا حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيكلة الحشد الشعبي وحماية المكتسبات الأمنية المتحققة والمضي نحو خيارات إثبات الطابع العسكري المهني على جميع أفرع مؤسسات الدولة الأمنية بكافة صنوفها وتوجهاتها، إن كانت برية أو حشد أو جهاز مكافحة إرهاب أو شرطة اتحادية وما سواها من أجهزة أخرى. نبدأ بتغريدات عن هذا الموضوع مشاهدين الكرام وتحدياته. الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي يقول: نعتقد إن العمل على إعادة بناء الدولة بالطرق الصحيحة هو الكفيل بإفشال المحاولات التي تستهدفها، ومن ناحيتنا نجدد التزامنا ظاهرا وباطنا برفض أشكال المحاصصة في تعيين الدرجات الوظيفية الخاصة، ونجدد التزامنا بفك الارتباط السياسي عن الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد أجهزة الدولة المعنية. وبالتالي الشيخ قيس الخزعلي ينضم إلى السيد مقتدى الصدر في تأييد انضمام الفصائل المسلحة ابتداء من سرايا السلام، وهو الفصيل الأول الذي أعلن اندماجه بالقوات المسلحة العراقية تنفيذا للأمر الديواني الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة. وكذلك بدر غيرت مسمياتها في تصنيفات الحشد الشعبي وباتت تطبق الأمر الديواني، ولكن بالمقابل هناك فصائل كانت واضحة في إعلانها أنها لا ترضخ لهذه الضغوطات، على اعتبار بأن هناك خلفيات أمريكية خلف الأمر الديواني. واعترف بذلك المتحدث باسم الحشد الشعبي للمرحلة السابقة عضو مجلس النواب عن تحالف البناء أحمد الأسدي. الشيخ صفاء التميمي من سرايا السلام يقول في تغريدته: ألغينا اسم سرايا السلام ولن نستخدمه في كل مخاطباتنا الرسمية وغير الرسمية، ونحن مسجلون في هيئة الحشد الشعبي رسميا بثلاثة ألوية، لواء 313 314 315، ويقع على عاتقنا مسؤولية محور جنوب صلاح الدين عمليات سامراء المقدسة رسميا. طبعا هذا الموضوع تغيير مسميات الحشد يتطلب أيضا إعادة انتشار، وتغيير المسميات وإلحاقها بالمؤسسة الرسمية وتغيير أسماءها من أسماء الجهات السياسية التي تتبع لها إلى مسميات أخرى ضمن فرق وفيالق بأرقام أيضا ضمن المؤسسة الرسمية، هذا لا يعني هنا وانتهى الأمر، لأن الموضوع يتعلق أيضا بإعادة انتشار تلك القطعات، وحتى تفرض الدولة هيمنتها ومسؤوليتها
ورؤيتها الأمنية، هذا يتطلب أيضا إعادة رسم خارطة انتشار تلك القوات وترك مسؤوليات الحشد والذهاب نحو مسؤوليات أخرى، لأنه هنا نحن بالإضافة إلى تجربتنا لأهلية القيادات الأمنية والمسؤولين الأمنيين ابتداء من القائد العام للقوات المسلحة وحتى أصغر مسؤول أمني بتطبيق هذا القانون، هناك أيضا اختبار لأهلية القوات المسلحة على تطبيق إعادة انتشار ومقدرة أيضا على مسك مناطق حيوية ومهمة مثل سامراء، وبالتالي الأمر يتطلب أيضا دراسة حول هذا الموضوع. النائب حسن فدعم يقول في تغريدته بعد صدور الأمر الديواني من القائد العام للقوات المسلحة بخصوص تكييف أوضاع الحشد، حاول البعض استغلال ذلك للإساءة لهذه المؤسسة التي لم تجف دماء شهدائها. نحن مع حصر السلاح لجميع الجهات وليس الحشد فقط. وليد إبراهيم صحفي يقول في تغريدته: وليد، حديث متصاعد في العراق عن مكالمات هاتفية نشرها فصيل تابع الحشد الشعبي يزعم إن أحد طرفي الحديث قائد عسكري رفيع يقوم بإعطاء بيانات عن أماكن تواجد فصائل الحشد لجهات خارجية اللي هي CIA الأمريكية لاستهدافها. وطبعا القائد العسكري يعني يروى أنه هو قائد عمليات الأنبار. كيف تمكن هذا الفصيل من الوصول لمكالمة طرفها قائد عسكري رفيع يفترض أن محادثاته محمية؟ علامة استفهام. هو طبعا السؤال الأبرز، لماذا يعني ظهر هذا الفيديو؟ احنا الآن ماذا نتحدث أنه صحيح أو ملفق مزور أو أنه ثابت؟ هذا تثبت وزارة الدفاع من خلال مسارعتها لإجراء تحقيق في الأمر، ولكن ليش مباشرة بعد الأمر الديواني بأيام تسرى مثل هذه التسجيلات وبالكيفية التي خرجت بها، وأن هناك جهة أمنية محددة؟ طبعا كتائب حزب الله هي من الجهات الرافضة لتطبيق الأمر الديواني، وتعتقد بأن الدوافع الأمريكية خلف إصدار هذا القرار، وبالتالي هي ليست معنية به. فهل بالنهاية الأمر مدروس أم أن هناك فعل ورد فعل تجاه هذا الأمر الديواني الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة؟ يعني الأمر معقد للغاية، ونؤكد أنه اختبار لقدرة الدولة على التعامل مع مثل هذه التحديات وغيرها. هل تعتقد أن جميع فصائل الحشد الشعبي ستلتزم بالأمر الديواني؟ 13% نعم، الجميع سيلتزم. 87% لا، ليس الجميع سيلتزم. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ونحيله إلى ضيوفنا هذا السؤال في هذا الاستفتاء، ولكن بعد قليل. بإمكانكم متابعة برامجنا وأخبارنا كافة من خلال الاشتراك بقناة الفلوجة على موقع اليوتيوب. قناة الفلوجة متواصلة في تغطية الأحداث. مشاهدي الكرام، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في رعاية الله. فلوجة يوتيوب، كل ما فاتك من أخبار وبرامج نقدمه لك باختصار من خلال صفحتنا على موقع الفيسبوك. تحية لكل من قدم يد العون إلى أخوتي هنا أو هنا رحية من البصرة وإليها بديالة والأنبار. بث مباشر لنشراتنا وبرامجنا والأخبار العاجلة، بإمكانكم التفاعل معها. الفلوجة معك أينما كنت. هل ستلتزم جميع فصائل الحشد الشعبي بالأمر الديواني لعبد المهدي؟ ما هي الصفة التي ستبقى بها الفصائل المسلحة خارج إطار الحشد؟ كيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود قوات عقائدية غير مرتبطة بالجهة الرسمية؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. ضيوف هذه الحلقة وهذا الحوار الدكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي مباشرة من بغداد، وأيضا الأستاذ كريم النوري القيادي في منظمة بدر،
ومن بغداد أيضا الأستاذ عبد الأمير العبودي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوفا على حوار التاسعة. الاستفتاء دكتور أحسان الشمري الذي عرضناه على جمهورنا قبل قليل، سألناهم حول تصوراتهم عن التزام فصائل الحشد وجميع فصائل الحشد بالأمر الديواني. النسبة كانت قليلة وتعتقد بأن الحشد يعني أو جميع فصائل الحشد لن تلتزم بالأمر الديواني. كيف تعلق على هذه النسبة؟ شكرا على استضافة، تحياتي لك دكتور زيد، للدكتور كريم النوري وأيضا دكتور عبد الأمير ومشاهدي قناتكم الكرام. حياكم الله. هذا الاستبيان على الرغم من أنه يعني لفئة محددة، لكن يمكن الاستناد عليه كجزء من طبيعة الرأي العام العراقي. قضية عدم الالتزام وهذه النسبة القليلة طبعا يعود إلى بعض ما يمكن أن نسميه الجهات التي استخدمت الحشد الشعبي في التحرك ومن ثم تشويه هذه الهيئة، خصوصا وأن الحشد الشعبي أعلن عن وجود ما يقارب يعني العشرات من الفصائل والمقرات المهمية التي كانت تبتز وتستخدم هذا العنوان باتجاهات عدة ولمكاسب شخصية. ولذلك السلاح المنفلت تحت هذا الغطاء هو من دفع هذا الجمهور بالتحديد إلى أن يعتقد بأن السلاح لن يلتزم على أقل تقدير بالأمر الديواني. هذا السبب الأول. الأمر الآخر قد يكون موضوعة الصورة المتكونة لدى الرأي العام العراقي بأن هذه الفصائل يعني من ناحية العقيدة توصف بأنها فصائل ولائية وقريبة ومؤيدة إلى إيران، قد يعطي انطباع لدى الرأي العام العراقي بأن هذه الفصائل لن تتبع الدولة العراقية ومن ثم تسير باتجاه الاستماع أو التوجه في المواقف باتجاه ما تؤيده إيران أو ما تطرحه إيران من سياسة. الأمر الثالث هو اعتقاد الجمهور، يعني هنا أحلل طبيعة هذه الاستبيان، اعتقاد الجمهور بأن ما حصلت عليه هذه الفصائل من مساحة سياسية بكل الأحوال لا يمكنها على أقل تقدير من التفكير بالذهاب نحو الانخراط تحت مظلة المؤسسة الأمنية أو الالتزام بالأمر الديواني. الأمر الرابع يعني قد يبدو بأن طبيعة البيانات التي صدرت يعني في بعضها ضبابية لم تكن واضحة، وفي بعض الآخر يعني كان دقيق جدا بأنه لن يلتزم، هكذا يعني فهمت بعض البيانات، هو من دفع الجمهور إلى أن يصوت بأن هذه الفصائل لن تمضي. لكن مقابل ذلك أتصور بأن طبيعة توجهات الحشد الشعبي الفصائل التي تعتقد وتؤمن بأن هذه الهيئة هي ضمن المؤسسة الأمنية العراقية ويجب أن يكون ولائها للعراق وتحت أمرة القائد العام، ومن ثم وجود مثل هكذا أوامر ديوانية ليس فقط على مستوى حكومة السيد عبد المهدي وإنما ما قبل ذلك حكومة الدكتور حيدر العبادي، هو من أجل يعني وضع تحصين لهذه الهيئة. طيب. وأيضا دكتور عدم نفاذ القوى السياسية للمؤسسة الأمنية خصوصا إذا نعم. لو عرض عليك هذا الاستبيان كيف ستصوت؟ رأيك الشخصي جنابك. يعني هنا أميز ما بين الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي والفصائل الأخرى، لابد أن نضع، أنا هنا أتحدث بصفتي أكاديميا، يعني لا أتصور بأن الفصائل تحت مظلة الحشد الشعبي التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة ستتمرد على هذا البيان، لكن أتصور بأن الفصائل الغير منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي لا أتصور، لا أمضي بأنها ستعلن يعني قبولها بهذا الأمر الديواني. ولذلك عملية تحديد الموعد أنا أعتقد هو قد يكون رسالة أخيرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة بضرورة انضواء جميع السلاح تحت مظلة الدولة. طيب. وأيضا يعني محاولة إيقاف أي تداعيات، دكتور زيد آسف، محاولة إيقاف أي تداعيات خارجية ممكن أن تحدث وبالتالي يكون العراق أو هذه الفصائل جزء من عملية هي فكرة الرسالة الأخيرة. يعني حقيقة
يعني فيها الكثير أو نضع تحتها الكثير من الخطوط، يعني ما الذي تقصده بالرسالة الأخيرة؟ ولكن أستاذ كريم، أرحب بك مرة أخرى ضيفا على حوار التاسعة. ذكر الدكتور أحسان الشمري بأن قناعة الناس حول الاستبيان الذي عرضناه لهم على صفحة الفلوجة في الفيسبوك يعتقدون بأن الجانب العقائدي قد يحول دون انضمام بعض الفصائل من الحشد الشعبي وتطبق الأمر الديواني لتنضم إلى المؤسسة العسكرية الرسمية. هل فعلا الجانب العقائدي يلعب دورا ويمنع انضمام فصائل محددة إلى المؤسسة العسكرية وتكون تبعا للقائد العام للقوات المسلحة، أم أن فكرة الجانب العقائدي يعني مبالغ فيها وهي للبروباغندا ربما الإعلامية لا أكثر؟ نعم دكتور زيد، تحية لك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أنا حقيقة مبدئيا هناك قاعدة تبدو دستورية عرفية، لا لتحزيب العسكر ولا لعسكرة الأحزاب، هذه النقطة الأولى. ثانيا الحشد الشعبي هو قاتل دفاعا عن العراق، عن هيبة العراق، عن سمعة العراق، عن إنسان العراق، ولا يمكن أن يكون يوما قوة تزعزع هيبة الدولة، بل هي من حفظ الدولة. الأمر الآخر ولا يخلو من المغالطات، أنا أستغرب يعني هذه التسميات حشد ولائي وحشد، نعم لدينا عقيدة الوطن وحتى الاستفتاء مع كامل التقدير، استفتاء الدم، استفتاء الميدان، استفتاء البطولات، استفتاء القتال هو أبرز وأفضل برهان. لذلك اليوم الحج الشعبي عندما يكون لديه قوة عقائدية للدفاع عن الوطن ليس عيبا، لا يقاتل في الأهواز دفاعا عن إيران أو يقاتل في طهران، إنما يقاتل في الموصل وصلاح الدين وهي مناطق عراقية ليس منة منا على أهلها، هم أهلنا وأعراضهم أعراضنا وأرضهم أرضنا. لذلك هذه المسميات مع الأسف من أجل ربما كلمة حق يراد بها باطل أو محاولة الإساءة للحج الشعبي، يمتلك عقيدة الوطن، يمتلك عقيدة صلبة، لذلك واجه هذه الوحوش الكاسرة من الدواعش بعقيدة يعني تنفي أستاذ كريم عقيدة تنفي وطنية. تنفي يعني إيمان بعض الفصائل عقائديا بولاية الفقيه كما يتحدثون عن أنفسهم وليس نقلا عن أحد. طيب هذا احتاج اجاوب بصراحه. نعم. اليوم احنا وهذا المقصود ترى هذا المقصود يعني هذا المقصود يعني ربما ما تطرق له الدكتور أحسان الشمري. هذا احنا بالمذهب الشيعي عندنا تعدد التقليد، المراجع التقليد، اتباع الفقيه لتحديد الحكم الشرعي. ومن حق حقيقه كل انسان، كل مكلف يتبع الفقيه الاعلم. لذلك البعض يتبع السيد السيستاني، البعض السيد الخامنئي، البعض مراجع آخرين. إحنا نتكلم عن مخرجات هذا الولاء على الأرض. يعني أفرض اليوم إحنا عندنا مرجع أو مجتهد أعلم في الصين اسمه آية الله تشان تشين مثلا، هم نتبعه لتحديد الحكم الشرعي للعبادات. أما القتال على الأرض لم يكن هناك حقيقة خلاف على أننا قاتلنا على أرض عراقية وأهلنا ودماؤنا امتزجت مع دماء أبناء الرمادي وأبناء الموصل. طيب والدماء العراقية هنا يطرح سؤال أستاذ كريم، لذلك أنا أستغرب. جيد، إذن أنت يعني لا تعتقد ولا تؤمن بأن هذه المسميات الانتماء العقائدي والولاء العقائدي هو يعني يحول دون دخول بعض فصائل حشد ضمن المؤسسة العسكرية ضمن الأمر الديواني الذي صدر عن السيد عادل عبد المهدي، ولكن حينما تذكر بأن هذه الفصائل قد حمت هيبة الدولة ومنعت سقوط الدولة بيد داعش، لماذا إذن تعترض على أوامر ديوانية صادرة عن الدولة، صادرة عن الرئيس الوزراء، عن القائد الأعلى للقوات المسلحة إن كانت هي تريد أن تحمي الدولة؟ هذا سؤال متداول الآن، يعني قرأته في أكثر من تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجيب عليه؟ سؤال مهم. أولا، من يقول أن الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي قد
وقفت ضد الأمر الديوان. هذا أولا. البعض لديهم ملاحظات ربما لبعض النقاط، البعض القنوات، بعض وسائل الإعلام فهمت خطأ أن الأمر الديواني عبارة عن تذويب للحشد داخل مؤسسة الجيش والشرطة، والواقع خلاف ذلك. مثل جهاز مكافحة الإرهاب هو هيكلية الحشد وليس هيكلة الحشد. أنا باعتقادي ربما إبعاد التأثير السياسي عن الحشد هذا أمر جيد، يعني عندما تكون هناك قوة تابعة للقوات المسلحة لا تأتمر بأمر أحزابها بل تأتمر بأمر الدولة العراقية، هذه قوة للحشد الشعبي. وأنا أتوقع فهمي أن الأمر الديواني قطع الطريق أمام الاتهامات الكثيرة بأن ولاء الحشد للدولة الفلانية أو لهذه الدولة. الأمر الثاني أكد الأمر الديواني بأن ولاء الحشد وقتاله من أجل العراق. نعم اليوم الحشد كبقية البشر يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى تنظيم، وهذا حقيقة الأمر الديواني باعتقادي الشخصي هو لصالح الحشد الشعبي. ربما البعض لديه قراءة أخرى، والمصيبة تتعدد القراءات في فهم أمر ديواني. طيب. فما بالك بالقراءات للنص الديني منذ 1400 سنة. طيب أرحب مرة أخرى بالأستاذ عبد الأمير العبودي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الأمير، يعني مثل ما ذكر الأستاذ كريم النوري، هذه القرارات هي لصالح الحشد، مأسسة الحشد، ضمان حقوق الحشد وموازاته ببقية الفصائل أو الكيانات الأمنية العسكرية ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة. لكن بالمقابل من تحفظ على الأمر الديواني يقول بأن هذا الأمر الديواني جاء بسبب ضغوط أمريكية، وبالتالي نحن لن ننصاع إلى أوامر، يعني ربما تكون السفارة الأمريكية في بغداد خلفها، وإضافة إلى قضية الضغط الإقليمي. كيف تعلق أستاذ عبد الأمير؟ شكرا لك عزيزي ولضيوفك الكرام. الحقيقة لا، أنا لا أعتقد أن هذا الأمر الديواني هو لصالح الحشد، لكن هو لصالح، ممكن نقول لصالح هيبة الدولة بمنظار معين، لصالح استقرار السيد عادل عبد المهدي في مقابل المد والضغط الهائل الأمريكي والسعودي والسني في الداخل العراقي، نستطيع أن نقول ذلك. لكن هو أن يكون لصالح الحشد لا. في غير هذا أصلا ثمة كلام أيضا يقال بأن المتحفظين عليه هم يعني ليسوا ذاهبين باتجاه أن يطبقوا غيره، لكن هم يعطوا آراء هنا، بدليل أننا لم نلحظ أن الذين تحفظوا عليه ذهبوا إلى أن يتصرفوا تصرف خارج عن دائرة العقلانية أو هيبة الدولة، أو أنهم خرقوا هيبة الدولة، لا سيما ونحن علمنا أن هذه الفصائل هي فصائل من حفظ هيبة الدولة حين عجز الآخرون، بل جابونا الآخرون ولاذوا بالفرار. في غير هذا أصلا ثمة نقطة يجب أن تعرفها دكتور، أنت وضيوفك الكرام والأخوة الذين يسمعون، علينا أن نفرق بين فصائل المقاومة والحشد الشعبي، ولطالما قلت هذا في غير مكان إعلامي، الفرق واضح وكبير. أن فصائل المقاومة سبقت الحشد الشعبي بالتأسيس، بل لعلها أسس قبل سقوط الدكتاتورية، وأكثرها أسس بعد الدكتاتورية، بعد سقوط الدكتاتورية. وهذه الفصائل كان لها قدرة عالية على القتال، قدرة عالية على المناورة، قدرة عالية على تجريب حرب الشوارع وحرب المدن مع الأمريكان. هذه الفصائل هي التي استوعبت المتطوعين الذين جاءوا على ضوء الفتية أو الفتوى العظيمة التي قالها السيد السيستاني، وبذلك فهم أصحاب فضل أيضا في هذا، على اعتبار أن الحكومة العراقية والدولة العراقية كانت غير قادرة على أن تستوعب نسب عالية من المتطوعين، وهي دولة كانت شبه يعني آيلة للسقوط حينها، وطلبوا من فصائل المقاومة أن كل واحد منهم يدرب مجموعة من المتطوعين، فبعضهم درب 20,000، بعضهم درب 15,000، بعضهم يعني درب هذه الفصائل لم تنضم إلى الحشد الشعبي أستاذ عبد الأمير في حينها؟ لا 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 لا. ها جيد، الآن دكتور نحن نصل إلى الحقيقة. هذه الفصائل هي فصائل قبل الحشد الشعبي، يعني بدر قبل الحشد الشعبي، بل قبل الدولة العراقية الجديدة، يعني أقصد إذا في أموذج بدر أستاذ عبد الأمير، لماذا قبلت بدر على سبيل المثال، عذر المقاطعة، لماذا قبلت بدر بالأمر الديواني
وبقية الفصائل الأخرى يعني تحفظت على الأمر الديواني، بل بعضهم ذهب ربما إلى حد التخوين لمن أصدر الأمر الديواني. يعني أولا أنا أتوقف بأن بعضهم ذهب إلى التخوين ولست أعلم بمن ذهب إلى ذلك. ثانيا أن يكون بدر قد آمن أو قد يعني طبق أو قد ذهب إلى أن يرحب، فليس الآخرين معناهم أنهم خرجوا عنه. يعني أنت لا تستطيع أن تعطيني شيئا ممكن أن يقول أن الآخرين ذهبوا باتجاه أنهم لم يطبقوا فقد يعني خربوا الأمن العراقي أو يعني خربوا الدولة العراقية، أسقطوا هيبة الدولة العراقية. ما هو باقي ضمن دائرة الدولة العراقية. وأنا الحقيقة لا بد لي من أن أقول أن هذه الفصائل تصرفت بطريقة وطنية أعلى من كل الآخرين، كل التنظيمات، كل التشكيلات، كل المؤسسات، كل الذين ينتمون للدولة العراقية رجالا ومؤسسات. تصرفت هذه الفصائل التي فيما بعد سميت بالحشد الشعبي طبعا بتوقف، تصرفوا بوطنية عالية لأنهم قاتلوا بعيدا عن أراضيهم. بغض النظر عن القتال أستاذ، لماذا لا تتصرف بوطنية أعلى تؤمن بالدولة؟ معذرة، لماذا لا تتصرف بوطنية أعلى تؤمن بالدولة وتؤمن بمؤسسات الدولة وتتماشى مع إرادة الدولة لكونها حكومة منتخبة مؤيدة فيها تمثيل سياسي وهناك تمثيل برلماني وإرادة سياسية واضحة بالذهاب إلى هذا الخيار لتكون بمستوى أعلى من الوطنية بأن تتعامل مع الدولة مع الحكومة؟ لا، هي أولا لا لست أنت دكتور من يحدد أنها فيما إذا ذهبت إلى النقطة الفلانية فإنها تكون قد ذهبت إلى النقطة الأعلى في الوطنية. ليس هكذا الكلام. لكن هؤلاء بالتالي هم مواطنون ذاهبون إلى النقطة الأعلى من خلال الدم، من خلال التضحيات، من خلال الأبناء. ما يخالف أستاذ عبد الأمير، أنا قصدي معذرة حتى لا يساء فهم العبارة. نعم، حتى أوصل لك الفكرة. ما يخالف حتى لا يساء فهم العبارة، لأنه هذه العبارة جدا مهمة، ربما فهمت خطأ. أنا أقصد بأنه لطالما أن هناك دولة فحتى يعني نثبت بأننا يعني فاعلون ضمن إطار الدولة وملتزمون مع الدولة لكون أننا حمينا الدولة لنلتزم بأوامر الدولة. أنا هذا قصدي. لا، ما هو أنا أيضا أعرف ما تقصد، لكن أقول نحن في دولة ديمقراطية. أنا مرة أتصرف بحماقة وأذهب إلى أن يعني أخدش أمن الدولة، أنا أكون هنا خرجت عن دائرة الوطنية كما تقول. لكن مرة أنا أقول والله هذا الأمر الديواني أنا لا أرحب به، لكني أبقى ضمن دائرة احترام الوطنية العراقية وهيبة الدولة العراقية. لا يبدو لي أنك تعارض دكتور. لا، شلون ما تتعارض يا أستاذ عبد الأمير؟ أستاذ عبد الأمير، نحن نتحدث عزيزي، نتحدث عن سلاح، نحن لا نتحدث عن جهة معارضة يعني في العمل البرلماني أو يا عزيزي. هل استخدم السلاح بطريقة مختلفة؟ لا، اسمعني دكتور. نعم، هل استخدم السلاح بطريقة خرقت بها الدولة العراقية؟ أنت وكل الذين يسمعوني لو أعطيتموني دليلا واحدا على أن هذه الفصائل حين قالت بأننا غير مقتنعين بالأمر الديواني خرقوا بسلاحهم الواقع الأمني، خرقوا هيبة الدولة، خرقوا الأمر الديواني حتى خرقوه، أنا أكون مستعد لأن أسمع. لكن مرة أنا بالتالي إنسان أعي وفي دولة ديمقراطية أقول رأيي أن هذا الأمر الديواني هم قالوا هذا. أنا بالحقيقة أعتقد أن الأمر الديواني فيه كثير من الجوانب الإيجابية كما أن فيه كثير من الجوانب التي يؤاخذ عليها. هذا رأيي. يأتي واحد يقول لا والله أنا رأيي أن هذا الأمر الديواني فيه كثير من المثالب، وأنا بالحقيقة مواطن عراقي محترم، وإن كنت أمتلك السلاح إلا أني لا أعدو على الدولة ولا أشكل أي خطر عليها. طيب، وأبقى ضمن دائرة الوطنية العالية التي تفضلت بها. طيب دكتور إحسان الشمري، يعني واحدة من التساؤلات، يعني إن كان يعني ذكر السيد كريم النوري عبارة أن هذا الأمر الديواني هو لصالح الحشد، الأستاذ عبد الأمير العبودي قال لا، هو لصالح هيبة الدولة ولكن ليس لصالح الحشد، وبالتالي كأني أمام يعني فكرتين متعارضتين لا علاقة لهما بالأخرى، يعني لما أجمع ما ذكر الأستاذ كريم وما ذكر الأستاذ عبد الأمير العبودي، شنو رأيك؟ يعني أنا أمضي مع الرأيين دكتور زيد. أولا، هيبة أي مؤسسة داخل الدولة هي ترتبط بشكل لا يقبل التأويل واللبس بهيبة الدولة بشكل عام. يعني لا يمكن التقليل على سبيل المثال من
أهمية مؤسسة الحكومة كسلطة تنفيذية، وبالتالي أن هناك من يحاول أن يضعف الحكومة، ومن جانب آخر يدعو إلى أن تكون هناك هيبة للدولة. فهيبة المؤسسات من هيبة الدولة. أنا أمضي مع ما طرحه الدكتور كريم النوري، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة ما طرحه الأخ دكتور عبد الأمير. أتصور بأن طبيعة، إذا ما عدنا إلى الوراء يعني بالتحديد، يعني هذه إشكاليات كبيرة، هو لابد أن نعود إلى أولا لماذا أقر قانون هيئة الحشد الشعبي في العام 2016؟ كانت هناك ضرورة من أجل إقرار هذا القانون وبالتالي وضع غطاء قانون. مسببات هذا الموضوع أن الحشد الشعبي كان معرض إلى أن يساءل دوليا، وهذا في زمن حكومة الدكتور حيدر العبادي. هناك تقارير صحفية يعني حتى من صحف قريبة على حزب الله تحدثت بأن هناك ملف كامل سيقدم إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي تحرك آنذاك يعني مع وجود الإرادة الوطنية والضرورة أنا تحدثت عنها، ومن ثم أقر قانون لهيئة الحشد الشعبي. فيما بعد الأمر الديوان الذي جاء به الدكتور حيدر العبادي رقم 85 هو أيضا لتكييف وضع الحشد الشعبي وإبعاد يعني هذه الهيئة باعتبارها جزء من المؤسسة الأمنية عن عملية التقاسم الحزبي داخلها، وأيضا انتهاء بما طرحه السيد عادل عبد المهدي كرئيس حكومة. إذن هو محاولة للتحصين، يعني حتى البيان المقتضب الذي طرح من قبل سيد عبد المهدي قال في الأمر الديوان لغرض تحصين، وبالتالي نعم من خلال هذا الأمر هو لغرض تحصين. إذن هناك يعني بتصوري خطر على هذه المؤسسة، ومن ثم محاولة الحفاظ عليها، طبعا خطر داخلي من أن تذهب نحو تقاسم الولاء، وهذا خطر جدا غير منصوص عليه دستوريا ولا يسمح به. الآن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية العراقية ويخضع للدستور والقانون العراقي. هناك خطر من أن تنفذ الجهات السياسية ويستخدم الحشد الشعبي لأغراض سياسية، وهذا غير مكفول دستوريا. وهناك خطر خارجي، هذا الخطر الخارجي يتمثل ب يعني الصورة الآن التي باتت تتشكل حول بعض الفصائل بأن هذه الفصائل تهدد استقرار العراق الداخلي. ولذلك يجب أن لا يغيب عن بال يعني عن بال المستمع والأخوة الحاضرين ضيوفك بأن يجب أن يعودوا إلى طبيعة ما يمضي بها الكونغرس الأمريكي، وهو قانون منع زعزعة استقرار العراق. طبعا هذا القانون خطير جدا إذا لم تخضع يعني هذه الفصائل. تقصد يعني ربما بالتحديد. هذا موجه إلى فصائل الحشد أو فصائل المقاومة؟ طبعا هو لا يتحدث عن الحشد الشعبي بعنوان، لا يستطيع أمريكا، ليس لأمريكا الحق بأن تتحدث عن مؤسسة بأنها خطر، يعني مؤسسة ضمن الدولة تتحدث بأنها خطر، لكن هم يضعون يعني عدة احتمالات. أنا مطلع على القانون بنصه الإنجليزي والعربي دكتور زيد. هم يتحدثون أولا عن جماعات إرهابية وأيضا فصائل مسلحة، وقد وتركوا أيضا بعض الخيارات الأخرى. هذا القانون إذا لم تنضوي، هنا الفكرة العراقية إذا يعني نشأت منذ زمن دكتور العبادي ويستكملها السيد عبد المهدي، إذا لم تنضوي هذه الفصائل فبكل الأحوال قد تتعرض إلى هذا الخطر الخارجي. ولذلك هي محاولة للتحصين، وأيضا جزء من أن لا تخضع هذه الفصائل ضمن هذه الرؤية الإيجابية الخارجية، ومن ثم هي جزء من هيبة الدولة. واضح. يعني أيضا يعني هذا كلام متمم لما ذكر الأستاذ كريم النوري، معذرة أستاذ كريم. أيضا واحدة من الأسئلة المهمة، إذا ما اتفقنا مع الأستاذ عبد الأمير بأنه الوضع الديمقراطي يتيح لبعض الفصائل أن تبقى خارج منظومة الحشد الشعبي، وأنها تحترم إرادة الدولة في إعادة هيكلة فصائل الحشد، ولكن ما هي الصفة التي ستبقى بها تلك الفصائل خارج إطار الحشد؟ يعني ما هي الصفة التي ستتيح لها إبقاء السلاح خارج إطار الدولة بعد أن انضم الحشد بفصائله إلى داخل الدولة ومؤسساته؟
باعتقادي يعني اولا قبل الاجابه اشير الى نقطه واضحه، الحج الشعبي وما يقال من ولاءات من شعارات هو بالواقع مخرجات سلوك على الارض يدافع عن الدوله العراقيه عن الانسان العراقي، ولذلك لم نجد ان الحج الشعبي عندما يقاتل من اجل الارض العراقيه كان ليدافع عن هذه الدوله تلك الدوله، هاي اولا. ثانيا انا شخصيا كنت حاضرا في الميدان وسالت الحاج هذا العامري لماذا ذهبنا باتجاه تل عفطه الى تل عفر بهذه الصحراء؟ قال بامكانك ان تسال الدكتور حيدر العباد هو الذي قال خذوا هذه يعني ناتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه، حتى الفلوجه لا تدخلوا الفلوجه امتثلنا، يعني لم يكن الحج الشعبي متمردا او خارجا عن الضوابط او الاوامر، هذا كلام ليس من الصحيح ان يقال بحق الحج الذي قدم التضحيات والشهداء، ولا يقال ايضا استاذ كريم هذا الكلام بحق الفصائل الاخرى التي هي خارج منظومه الحج الشعبي كما ذكر الاستاذ عبد الامير يميز بيناتهم. هو هسه ناقش هاي القضيه. اي هسه ناقش هاي القضيه. نعم هسه انا اوضح لك نقطه، قد هناك اشكال كان يطرح الحج الشعبي يقاتل في الحدود العراقيه، لماذا تذهبون ويذهب البعض الى سوريا؟ هذا هنا اوضح نقطه كلش دقيقه. الذين يقاتلون في سوريا لمواجهه حقيقه يعني يدافعون عن الامن والسلام لمواجهه الارهاب، هؤلاء حقيقه ياتمرون بامر احزابهم وليس بامر الحج الشعبي، حتى يقال ان حقيقه انا استغرب هل اننا يعني ننظر الى المعايير وفق العقليه الامريكيه؟ امريكا لا هي التي وفق العقليه الامريكيه استاذ كريم، فقط حتى ارجع عفوا حتى ارجع السؤالي، ما هي الصفه التي ستبقى بها الفصائل المسلحه حامله للسلاح زين وليست مؤيدة إلى قرار إدماجها بالحشد الشعبي ودخولها تحت إطار الدولة؟ شنو راح يكون موقفها؟ فصيل مسلح عنده مكاتب عنده تمثيل وعنده سلاح وما داخل ضمن الحشد الشعبي، تحت أي غطاء يتحرك؟ تحت أي غطاء يبقى؟ لا هو هنا نحن حقيقة دائما نؤكد هو حصر السلاح بيد الدولة حصرا، والحشد الشعبي هو جزء من الدولة ليس خارجا عن الدولة، لذلك الحشد عندما يمتلك السلاح بالتأكيد هو سلاح الدولة، وأنت بس سلاح الفصائل مو سلاح الدولة اليد بناء على كريم بناء على كلام الأستاذ نعم. عبد الأمير بناء على كلام الأستاذ عبد الأمير سلاح الفصائل واحد وسلاح الدولة شيء آخر. لا أكو ملاحظة ربما أنا حتى أوضحها وبعدين أنتظر الدكتور عبد الأمير ربما لديه رؤية أفضل. أولا حق المقاومة لا يمكن أن يسلب بقانون أو يسلب بديمقراطية أو يسلب بضغط دولي، حق المقاومة حق الشعوب. اليوم أمريكا عندما تريد فرض وجودها بالعراق بأي حجة من حقنا أن يكون للعراق مقاومة، ولذلك محاولة إخفاء صوت المقاومة هذا ظلم للشعب العراق، كل العالم كل الدول العالم. لكن هذا الكلام ضد حصر السلاح بيد الدولة أستاذ كريم. لا عفوا لك فرق السلاح أن يكون حتى المقاومة هي من أجل حفظ الدولة حتى لا يصير بمغالطة. لا ماشي اليوم سلاح الفصائل لحماية الدولة، ولكن لماذا ترفض الفصائل حصر السلاح بيد الدولة وتريد الإبقاء على سلاحها؟ هذا الناس هالشكل تسأل يعني. لا ترفض ذلك، ولكن لديها ملاحظات على حول بنود بعض بنود الأمر الديواني، البعض قرأه برؤية معينة ولذلك لديها حق التحفظ، لكن كما ذكر الدكتور عبد لا يخرج هذا التحفظ إلى تمرد إلى سلاح منفلت وسائب. هاي الحقيقة نوضح اليوم احنا لا أحد يزايد الحج الشعبي على هيبة الدولة على حفظ الأمن، يعني انا استغرب هذا الذي دافع عن العراق وكان داعش على مقربه من حزام بغداد وضحى وقدم التضحيات، هل من المعقول ان يكون ضد هيبه الدوله؟ طيب بالتاكيد لا. دكتور عبد الامير، واحده من يعني الاجراءات التي ستتبع بعد انقضاء المهله التي حددها القائد العام للقوات المسلحه مهله 30 يوم هي محاسبه من لا يلتزم بهذه الاوامر، الا يعني تخشون على فصائل المقاومه ان تكون عرضه ل
المحاسبة من لدن الدولة؟ يعني يبدو لي أنا بحاجة قليلا أوضح أو أضيء نقطة. يعني أولا تعرف جيدا حضرتك كما يعرف الأخوة أن متى تنشأ فصائل المقاومة؟ تنشأ فصائل المقاومة عادة حين تضعف الدول، الدول تضعف وتكون غير قادرة على أن تدافع عن نفسها، كما هو الحال في الواقع العراقي، وكما هو الحال في لبنان مثلا، كما هو الحال مثلا في اليمن. لكن هذا غير موجود على سبيل المثال في الدول القوية، كما هو الحال في مصر أو في إيران. يعني في مصر حين خرج المتمردون في سيناء ذهب الجيش المصري فقاتلهم، وفي العراق حين عجز الجيش العراقي على أن يقاتل المتمردين جاءت فصائل المقاومة فقاتلت. ولو بعد ذلك طبعا الجيش العراقي تسلح بطريقة جيدة وقاتل بطريقة ممتازة، وأنا أحييه، الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وما إلى ذلك. في غير هذا أيضا ما لا يبدو لي، أنا أقول هذا ما أعرف تجنيا ربما، لكن لا يبدو لي أن السيد عادل عبد المهدي في داخله مقتنع تماما أن على فصائل المقاومة أن تسلم سلاحها. يعني الآن لو قلنا للسيد عادل عبد المهدي أو لمن يقول بذلك، أنت مطمئن أننا لو سلمنا السلاح الآن من فصائل المقاومة وقلنا لهم خلاص روحوا لبيوتكم وقعدوا أنتم مواطنين مدنيين، هل تضمن لي أن المحافظات لو سقطت من جديد من الذي سيقاتل؟ إن قلت لي الجيش العراقي على رأسي، أنا أقول أيضا الجيش العراقي، شرطة اتحادية وما إلى ذلك، لكن ما هو الضامن؟ ما هو لدينا كان جيش عراقي، وكان جيش عراقي كبير وعرمرم وقوي وما إلى ذلك، لكنه لم يصمد. أقول حتى نطمئن على وطنيتنا ونطمئن على عراقيتنا ونطمئن على وطننا، كون إحنا عندنا قدرة على أن نقاتل بطريقة مختلفة. ولكن هذا المبدأ الدكتور، يعني فقط أذكر عليها. هذا المبدأ، يعني أنت فكك هذا اللغز، بقاء السلاح عند فصائل المقاومة ألا يتقاطع مع فكرة حصر السلاح بيد الدولة؟ لا، أنا أعتقد أن الذي حمى الدولة هي هذه الفصائل. أن تعطيني دولة قادرة، قلت لك ذلك، أعطيني دولة قادرة على أن لا تحتاج، أنت دكتور زيد الآن قل لي، أنت تضمن أن في هذا يحدد القائد العام القوات المسلحة مو المقاومة أنها هذه هسه مرة، مو أنا أسئلك أنت كمتلقي، خلص أنا راح أسأل القائد العام خلي يجاوبني بالغيب. ممتاز. القائد العام القوات المسلحة، أنا أسئله، أنت يا سيد عادل عبد المهدي، أنت الآن قادر على أن تقول لي بأن العراق بجيشه الجديد يقدر أن يستغني عن كل المقاتلين الآخرين الذين قاتلوا دفاعا عن العراق؟ يعني أتصور سيد عادل عبد المهدي راح يقول لك دكتور عبد الأمير، أنت تشكك بقدرة العراق بعد كل هذه الدماء التي سالت، تشكك بقدرة العراق على حماية أرضه وعدم تكرار تجربة داعش؟ يجوز يسألك هذا السؤال؟ يعني أدري هذا هو، هذا اللي تقوله أنت مو هو. لا أتصور هو يجاوب، لأن يعتقد أن هذا منك نابع. أتصور هو يجاوبك. واضح شلون صورت أنت؟ بس ما يخالف. شوف دكتور عزيزي، أنا أقول لي إذا قال لي هذا الكلام أقول لا يا عزيزي أنا ما أشكك، لكني أيضا يجب أن أقف منكسرا أمام الأبطال الذين أعادوا هيبة الدولة وأعادوا المدن حين هرب الآخرون بشتى صنوفهم، حين خلت الخضراء أو كادت من حتى الموظفين، وحين لاذ الآخرون بطائرات وما إلى ذلك وراحوا نحو الجنوب، جاء الجنوبيون المقاتلون أقصد نحو الجنوب هربوا الساسة، هؤلاء هم الذين ثبتوا، أولئك الذين هددوا ورعدوا وزبدوا وقادمون إلى بغداد هزموا وتحولوا إلى نصفين، نصف قاتلوا مع الدواعش ونصف انهزم، جاء الجنوبيون أبطال الحشد الشعبي فقاتلوا بطريقة مختلفة. هذا جوابي على عادل عبد المهدي. أنا أكو نقطة أيضا أضيفها لحضرتك، لا تنسى الحشد العشائري أيضا كان إلى وقفة جيدة دكتور عبد الأمير. أقول لك لا، عفوا بس اسمح لي عزيز، خلينا أجاوب، أعطيني مجال. أكو نقطة مهمة جدا، أنا أقول ما هي صفة الجيش العراقي حين ذهب أن يقاتل في فلسطين؟ لماذا تسمحون أن نقاتل نحن خارج حدود الدولة فيما إذا أمرنا من دكتاتوريات مثلا؟ ما هو كان القتال عن فلسطين، لماذا يقاتل الباكستانيون والإيرانيون في 73 و67 يقاتلون في فلسطين؟ لماذا تسمحوا لهم أن يقاتلوا؟ لماذا يعني هذه مو هيبة دولة، مو أكو دولة وأكو هيبة دولة، لماذا يخرج الجيش دفاعا عن ذلك؟ وأسألك أيضا سؤال آخر يا عزيزي،
لماذا باعتقادك هل كان الجيش اللبناني قادر أن يحرر الأرض اللبنانية من بيروت إلى الحدود مع 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 فلسطين المحتلة، أم أن أبطال المقاومة الذين عادوا هيبة الدولة وعادوا الدولة وعادوا كبرياءها وعزتها بسلاحهم إلى الآن الحريري يحاول بمكائده أن يسحب هذا السلاح؟ أقول عزيزي أنت لا تغرك الشعارات الكبيرة والطنانة وما إلى ذلك، أنت عليك أن تبني دولة قوية. اليوم الدولة القوية روح لأهل الموصل قلهم أنتم تقدرون تنامون اليوم؟ أنا والله العظيم التقيت بمجموعة من أهل الموصل يقولون بمجرد أن انسحب الحشد بدأنا نقلق، لأن كنا نخاف على أنفسنا، كنا ننام طيب. بأمان خلال السنوات الماضية الأخيرة لوجود إذن الحشد. إذن كأنه دكتور عبد الأمير جنابك، عذر المقاطعة، جنابك مؤيد الأخيرة. مؤيد للأمر الديواني من جهة، ومؤيد لبقاء السلاح عند الفصائل من جهة أخرى. لا يا عزيزي، اكو فرق كبير بالموضوع عزيزي. ما انا قلت لك ميخل يعني انت مؤيد لامر الديوان اللي يشمله بالحشد. الامر الديواني لا يذهب الى فصائل المقاومه، اسمح لي عزيزي. الامر الديواني يتحدث عن الحشد. واضح. هل تريد ان تقول لي ان عصائب الحق حشد؟ هل تريد ان تقول لي انا كتائب سيد الشهداء، كتائب حزب الله، نجباء بدر، ما هذول ليسوا حشد عزيزي، هذه فصائل المقاومه. يا أخي بدر طبت يا دكتور بدر الذراع الأولى الأولى قبل 2003 في القتال انضمت إلى فصائل الحشد وصار لها فيالق، صح لو مو صح دكتور أستاذ كريم النوري؟ يعني صحيح لي إذا أنا غلطان. بدر تحولت إلى فصيل مقاوم بعد 2003. لا الآن 2011 بعد خروج القوات المحتلة تحولت بدر الى دخلت بالعمليه السياسيه. لا تروح بعيد دكتور عبد الامير، معذره العزيز، سياسيه فقط للملاحظه. انا دا اتكلم الان استاذ كريم النوري، بدر فصائل المقاومه لو حشد ودخل بموجب الامر الديواني، حل لنا اياها هاي السالفه. لا هو احنا بدايه السقوط كنا فيلق. لا ترجع للتاريخ الان جاوبني الان استاذ كريم، لان الوقت خلص. لا اقول جاوبني الآن. نعم، وقررنا قررنا بعد السقوط التخلي عن السلاح بعد انتفاء مبررات وجوده بسقوط صدام حسين، ولكن عندما وجدنا الخطر. لا أستاذ كريم رجاء، لأن تريد أن تقول أن بدر لم يشارك في عملية التصدي للقوات الأمريكية، هذا تجني على بدر. بدر الآن الحاج العامري يقول نحن من قاوم الأمريكان، بمعنى أن بدر لم يقاوم الأمريكان. صحيح، عليك أن تجيب. قاومنا على لا ربما يقصد مقاومة سياسية دكتور، مقاومة سياسية يقصد. لا عزيزي، لا رجاء، لا بدر ما قاوم الأمريكان، قتال فعلي، زرع عبوات بالشوارع وقتل الأمريكان ومطاردة الأمريكان، هذا ما كان يريد. وإلا كيف يحسب نفسه فصيل مقاوم؟ مقاوم لماذا هو؟ مقاوم احتلال، خلاص وما مقاوم احتلال. لا، يقول نحن رأس الحرب في فصائل المقاومة. صحيح، بس لا عفوا أوضح نقطة. احنا باعتبار التخلي عن السلاح وتحولنا الى منظمه مدنيه اسمها بدر، منظمه بدر، بالتاكيد عندما وجدنا الخطر داهم العراق استجبنا للفتوى، حملنا السلاح من جديد. ولكن الان حقيقه اقول لك بصراحه، لا انا احكي على دكتور عبد الامير، انخرطوا في فصائل المقاومه وقارعوا الامريكان بالشوارع، سووا قياده منظمه بدر. استاذ عبد الامير بس خلي يكمل الفكره المقاومين حتى نفهم الآن بدر وين. تفضل أستاذ كريم. المهم، فنحن شعارنا في بدر هو حصر السلاح بيد الدولة، ولا للسلاح المنفلت ولا للسلاح السائب، لكن حق المقاومة هو حق طبيعي، لا يمكن أن نتخلى عن المقاومة في مواجهة الأمريكان. أنا فقط أمريكا فرضت وجودها علينا بالتأكيد. واضح دكتور حسان، في نصف دقيقة الآن، يعني ما يتفضل به الأساتذة توحي لي بأنه لما تنتهي المهلة اللي حددها السيد رئيس الوزراء هناك سلاح خارج إطار الدولة، وهناك فصائل ستحتفظ بسلاحها، وبالتالي الأمر الديواني سيكون ربما يعني فارغ المحتوى في إعادة هيكلة الحشد وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح. نصف دقيقة دكتور. نعم، هو يمثل تحديا خصوصا في ظل التوقيت الذي طرحه الأمر الديواني، وبكل الأحوال أتصور بأن قد تكون هناك رسائل إيجابية، يعني خصوصا وأن الحكومة تتحرك في هذا الجانب، لا يمكن لها أن تمضي بمواجهة مسلحة، لكن أتصور بأنها ستستخدم
يعني حوارات مكثفة مع هذه الفصائل، خصوصا وأن طبيعة التحديات الخارجية قد تكون ملتقطة من هذه الفصائل التي فيما يبدو بأنها ستكون أمام خيار الانضواء تحت سلاح الدولة هو الأفضل لها في كل المستويات والتداعيات القادمة. الدكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، الأستاذ كريم النوري القيادي في منظمة بدر، والأستاذ عبد الأمير العبودي الكاتب والمحلل السياسي، كنتم ضيوفا في حوار التاسعة على شاشة الفلوجة. شكرا جزيلا لكم جميعا. أشكر السادة المتابعين على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.